العود، البخور، دهن العود والمخلط عناصر أساسية بكل عرس خليجي. لنتعرف أكثر على تفاصيلها رح نتوجه لمحلات أنفاسك دخون دبي فيستيفال سيتي. التطيب بالعطور شيء أساسي بالتقاليد الخليجية وأكيد ما بيخلى منها أي عرس خليجي. كيف بلشت معكم الفكرة؟ بلشت الفكرة بحبنا لمحبين أنفاسك دخون. طبعاً محبين أنفاسك دخون دخون تحتويهم تقريباً 16 ساعة وشيء منهم 24 ساعة في اليوم لأنهم دائماً يطيبون بالأعراس، فمن أهم أيام حياتهم هو العرس. فأنفاسك دخون حبت تشارككم بإحساسهم اللي هو يوم العرس، فإجت الفكرة من هالمنطلق. والمنطلق الثاني هو عاداتنا وتقاليدنا العربية، نحن دائماً نقول نتعب في عرسك أو نفرح لك في عرسك، فإجت الفكرة من هذا المنطلق أن نحن كأنفاسك دخون نتعب لمحبين أنفاسك دخون. طب حضرتك خبرتني أنه أنتوا عم تبنوا هل للسيرفيس اللي عم تقدموها للأعراس، فيك تخبرني أكثر شوي عن التفاصيل؟ بخبرك عن المشاء وعن الخدمات. طبعاً قبل الخدمات بخبرك عن المشاء عشان يعني تشوفين كيف إن شاء الله نكون مريحين كثير المعاريس مثل ما يقولون. العروس والمعرس دائماً قبل عرسهم في عندهم تنشن الكوش واللبس والأشياء كثيرة، فنحن قلنا بنخدمهم في موضوع العرس العطر أساس نسهل عليهم ونعطيهم باكج يكونوا فيه مبسوطين فيه. من المشاكل اللي يواجهونها هي هل أن العطر كفة؟ هل أن كل حد تعطر؟ هل أن الشخص اللي يعطر يعرف كيف يعطر؟ هل أن الناس رحبوا فيهم بطريقة حلوة؟ يعني وايد أسئلة تجول في فكر العروس أو عروس يمكن أكثر من العروس أن هل أن انبسطوا في الأمور؟ فحبينا نوجد لهم خدمة تشيل عنهم كل هالأفكار والقلق والأشياء، أن نعطيهم براند يفتخرون فيها أن عرسنا أصلاً معطر ببراند أنفاسك دخون، وفي نفس الوقت يكونون مرتاحين أن كل المعازيم إذا ما تعطروا مرة بيكونوا متعطرين أقل شيء 3-4 مرات، لأننا نحن نحب العطر ونحب الناس تكون مبسوطة بالعطر. يعني إذا حبت العروس تقدم هدايا لضيوفها شو الخيارات اللي بتقدموا لها إياها؟ شو ما يخطر في بال الواحد اللي ما يخطر في باله. طبعا ما يخطر في باله لأننا نحن بنفكر له، واللي يخطر في باله لأن عندنا مصممين وعندنا الأوت سورس وعندنا كل المصادر اللي تخلينا نقدم أي هدية في بال الزبون. يعني ممكن نقدم له هذا المبسط المعقد، لازم يكون بتفاصيل أكثر. نقدم له عطر مصمم حق يوم العرس مثلا، النينة مصممة أو زجاجة مصممة حق يوم العرس مثلا، الباكيجين كامل عليه، ممكن نشكل للمعرس والعروس بأساميهم على هذا، كيس مع الربن مع كل شيء، كريستالات، اشياء كثيره نحن ممكن نقدمها. يعني بس علينا نحن نطلع الفكره وانفاسك دخون تسويها. يعني